أعزائي المشاهدين، نقف الآن على جسر تشيوان. هذا الجسر الحقيقة يعني يذكرني بماضي، هو مو جميل. بال2013 بالفيضان الحقيقة انقسمت المنطقة بالفيضان إلى قسمين، يعني هذا الجسر راح، هاي المنطقة راحت، حتى صورنا ونزلنا بالطائرة عليهم. هذا الجسر الحقيقة سيد المحافظ زار هذا المكان، يحتاج إلى ترتيب، لأن الحقيقة إذا صارت أمطار وصارت أكو يعني زيادة بمنسوب الماي راح يقطع البعجين إلى نصفين. فأتمنى إن شاء الله يشوفون هذا المكان والسيارات اللي تعبر. هاي أمامكم، صور لي أيهم. يعني هذا شوف، هو يعني ممر واحد، يعني اللي يجي أبو سداد يقول لك صور هاي الجهة، يعني اللي يجي يوقف منا لازم. هذا إلى أن ينتهي، السلام عليكم. حتى ده يطلع، هذا يعني صور لي ايهم، هذا يطلع منا، هذه حتى ده يطلع. هذا احنا مو مشكله، هذه احنا مو مشكله الذهاب والاياب، لا، وانه مو مشكله. ابو مهند لو تجي لي، السلام عليكم، شلونك عيني ابو مهند، شلون صحتك؟ يعني الله يبارك فيك، احنا اليوم بالبو عجيل ويمكم، حياكم الله وبارك الله بكم، جهودكم مشكوره، حضوركم ويانا وهمومنا، وحقيقه هذا ديدن الناس الخيرين والوطنيين. فحقيقة يعني أبدأ، واني مثل ما ذكرت وانت وجزت في حديثك، نعم. الله سبحانه وتعالى يقول واعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. حقيقة أستاذ وليد، مثل ما ذكرت، هذا الجسر هو الممر أو الشريان الوحيد، لا بل الرئيسي، اللي يربط ما بين تكريت ومنطقة البوعجيل العامة ومنطقة شيوان، اللي هي حقيقة تعدادها يصل إلى 3000 نسمة. 3000 نسمة بالتحديد، هذه بعد الإحصائيات. هاي العائلة. العائلة، نعم. العائلة، إحنا قلنا يعني إذا العائلة على 3 معدل، يعني بال 36 37 ألف نسمة. هاي منطقة البوعجيل بشكل عام، بس أنا بالتحديد. نعم، 3000 نسمة بهاي المنطقة، وحقيقة المنطقة حيوية، لأن توجد بها مدارس، 3 مدارس رئيسية، متوسطة للبنات، ثانوية للبنات، ابتدائية. وتقريبا هذني المدارس المركزية، هذا فيما يخص الطلبة. احنا جينا العصر ماكو مدارس، تمنينا نشوفها يعني. فانتوا جايتكم في اي وقت، حقيقة هي مباركة ان شاء الله، واحنا نريد نوصل همومنا للمسؤولين من خلالكم. حقيقة احنا مثل ما ذكرت انت بشكل بداية مقدمة حديثك، انه بفترة الفيضانات هذا الجسر كانت له ضررين مهمة جدا، ضررين رئيسية، وجوده وضيق الفتحات او الفضايات مثل ما يسمونها الطرق والجسور، ادت الى انه منطقه القاره الى البنصيف الى عربه شبير، هاي كلها مهدده بالفيضان بسبب الحجز للماء الجسر. فاحنا حقيقه ما حتى نكون منصفين ومستعدين للفيضان. نعم، احنا شوف استاذ وليد، احنا اصبحنا المواطن بشكل عام عنده ثقافه في كل شيء، في الجانب السياسي، في جانب الموارد المائيه، تحديدا الموارد المائية، من خلال متابعاتنا للأنباء والاختصاصين بأن هذا العام سيكون الفيضان مضاعف على العام الماضي 2 أو 3. إذا هل من الممكن هذا الجسر اللي انهار بذاك الفيضان ما يكون عرضة للانهيار؟ لازم اكو استعداد للموضوع. بالضبط، فلازم يكون استعداد. النقطة الثانية حقيقة اللي أريد أوضحها حتى نكون منصفين، جون المسؤولين حضروا في فترة انكسر الجسر وصار قطع ما بين منطقة شيوان والبوعجيل الرئيسية، حضروا نعم، ولكن الحلول مثل ما يطلق عليها ترقيعية، مثل ما يمكن لو الأخ المصور يوجه تصويره على الأنقاض الموجودة في بداية الجسر من الشرق، هاي على اليمين من ذيك الجهة، الجسر انهار وجابوا له أنقاض مال بيوت مهدمة وحطوها بمكانها، ولكن احنا نريد تنفيذ الوعود من قبل السادة المسؤولين. جانا مسؤول الطرق والجسور وقال راح نسوي 9 فضاءات، وقنطرة قرب ذيك المدرسة يمكن إذا تلاحظها. نعم. 9 فضاءات، إحنا لو 6 فضاءات، لو 7 فضاءات، لو 5 فضاءات، ممكن أن تقلل من الأزمة، ممكن أن المي ينفذ من خلالها، ولكن في مثل هذه الحالة إذا بقت أبو الطرق والجسور، جانا السيد المحافظ حقيقة جانا وزار المنطقة وكان مشكور بوعده، وإحنا نتأمل ولحد الآن عايشين بالأمل أنه هذا الجسر راح يتعالج، ولكن وإن شاء الله تعالى ينفذون، ومن خلال هذا التصوير عسى أن تصل مناشدتنا في هذا برنامجكم اللي حقيقة اسمه اسم مقدس. أنا في تصوري والله هموم الناس، وهموم الناس كثيرة،
ويمكن لو شايفين النقطة الأخرى خارج موضوع الجسر، المدارس لو ملاحظينها وشايفين الانهيار في فترة الشتاء والأمطار، والله هاي مدرسة فاطمة بعيني، لأن عندنا بناتنا يدرسون، المطر ينزل على الطالبات وعلى المدرسات حقيقة، هذا هم من همومنا إضافة لذلك. ونرجو منكم أن تسوون حلقة أخرى تجون تشوفون مدارس أبو عجيل. احنا استاذ وليد أبو عجيل حقيقة منطقة ما نقول عليها منكوبة بقدر ما نقول منطقة مهملة، مهملة من ناحية الخدمات بشكل عام، واحنا عندنا جريد كامل والناس كلها بشكل عام تعرفهم المنطقة حقيقة. هذا ما عندي أنا أذكره على الجسر. الجسر يحتاج إلى عمل سريع حقيقة من المسؤولين والناشدهم باسم الله وباسم الناس وباسم مسؤوليتهم، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم مسؤول وكلكم راع، كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته، نعم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. إضافة إلى ذلك يا أستاذ وليد، من خلالكم ناشدونا السادة المسؤولين أن يسرعون، لأنه الفيضانات على الأبواب والأمطار على الأبواب. فجزاكم الله خير وبارك الله بكم، جزاكم الله خير.